في افتتاح ندوة وطنية حول التربية على الفنون تحت عنوان التربية الفنية أساس بناء مدرسة ذات جاذبية ومجتمع مبدع بمناسبة إعادة إصدار مجلة الفنون الثقافية، أكد وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج بالرباط على ضرورة ترسيخ التربية الفنية والجمالية والإبداعية بالمنظومة التعليمية، مبرزا أهمية دور المكون الفني في تطوير هذه المنظومة. تربية الفنون من الأورش الكبرى التي تشتغل عليها وزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة بالنظر لأهميتها، وخصوصا وأن لدينا مكتسبات دستورية تتعلق بضرورة تنمية الإبداع الفني. طبعا تنمية الإبداع الفني تقتضي كذلك خلق العديد من المعاهد المتخصصة، نشتغل على معاهد متخصصة في المجال ديال الفنون وتوسيع شبكة ديال هذه المعاهد، وكذلك إعطاء واحد الدينامية جديدة للمناهج البيداغوجية المرتبطة بالتربية على الفنون. ونعتقد جميعا على أننا نسعى دائما من خلال هذه المبادرات ومن خلال هذه الأوراش أن نصل إلى مجتمع للمعرفة، وهو المجتمع الذي يحتفظ بالعديد من القيم الأساسية الإنسانية وكذلك الكونية. الندوية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كتشارك في هذه الندوة أولا تلبية لدعوات وزارة الاتصال والثقافة، ثانيا لتتمين وتعزيز الشراكة المتميزة بين المندوبية العامة وإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الثقافة والاتصال بخصوص دعم البرامج التربوية والثقافية التي تنظمها إدارة السجون لفائدة السجناء. كما تم التأكيد خلال هذه الندوة الوطنية أن المغرب يتوفر اليوم على تجربة وطنية مهمة وعلى تجارب مقارنة كفيلة بصياغة منظومة متكاملة للتربية الفنية تقوم أولاً على الاستيعاب الجيد للحقول الفنية وعلى حسن استثمارها في تشكيل ودعم مدرسة الجودة.